السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. في هذه الحلقة، الحلقة إن شاء الله تنال إعجابكم، معي ضيوف كثيرون منهم في هذه الفقرة. الفقرة الأولى الدكتور محمد الجزاوي رئيس مجلس إدارة نادي المستقبل بمحافظة المنوفية، والدكتور الجميل خالد جمال المدير الفني والمستشار الفني لقطاع كرة القدم بنادي المستقبل بمحافظة المنوفية، ومعي برضو كابتن أحمد الإنجليزي طبعا المدير الفني لهذا النادي الحديث العهد اللي عمل طفرة جيدة، ومعي الكابتن محمد السبكي المدير الفني بنادي الزرق الرياضي وبعض اللاعبين الموهوبين في هذه الحلقة. طبعا قبل ما ابدا هذه الحلقة، بس قبل ما ابدا مع ضيوفي الكرام، طبعا مباراة الأهلي وطلائع الجيش، طلائع الجيش يعني عمل مباراة جيدة المستوى برغم تعادله حتى الدقيقة 90 من زمن المباراة، ولكن الأهلي صاحب الحظ الأوفر في جميع الأندية في الوقت القاتل، يحرز هدف التقدم والهدف الفوز في الدقيقة 92. طبعا ونادي الزمالك يفقد نقطتين ثمينتين بعد تعادله السلبي مع نادي وادي دجلة. في هذه الفقرة دكتور جمال، دكتور خالد جمال، أخبارك الأول دكتور؟ الحمد لله كابتن أحمد. صراحة عاملين طفرة جيدة، وبنعيد طبعا لأن جيتوا لنا حلقة قبل كده، بنعيدها مرارا علشان طبعا الطفرة اللي أنتم محققينها في قطاع كرة القدم بنادي المستقبل حديث العهد. قبل ما أتكلم عن هذا النادي، عايز أتكلم بس هل النادي فعلا أفرز اللاعبين الجيدين يا دكتور في خلال الفترة القليلة الماضية؟ والله الحمد لله رب العالمين. الحلقه اللي فاتت ويبقى مع حضرتك تقرير، احنا قلنا عندنا المراحل السنيه من 2014 لحد مرحله 2005، بحيث ان احنا السنه دي مشاركين حاجه اسمها دوري اكاديميات منطقه الجيزه. باذن الله رب العالمين احنا في اقرار السنه دي مع الدكتور محمد رئيس المجلس ان احنا نحاول نشهر وهنبقى نادي مستقل باسم المستقبل، هنعمل له جمعيه تاسيسيه ان شاء الله، وهنشهر المكان والملعب المقر لنا بحيث ان يبقى لنا الحق مشاركه دوري ناشئين. تمام دكتور محمد، فعلا بالفعل بداتوا في هذا التاسيس؟ الحمد لله احنا بدانا فعلا انا والدكتور خالد الجمال وجميع الساده اعضاء مجلس اداره لشركه المستقبل للالعاب الرياضيه. تمام. وهي شركه مسابقه مصريه معتمده الحمد لله. تمام. ومرخصين دوري اتحاد مصر كره القدم للاكاديميات. تمام. ان شاء الله السنه الجايه بمشيئه الرحمن هنخش من اول قطاع الناشئين حتى البراعم. تمام. ومشيئه الرحمن يعني السنه دي قررنا الحمد لله عملنا شغل جميل جدا في قطاع البراعم منطقه الجيزه. طبعا في دوري الاتحاد المصري كره القدم منطقه الجيزه الاكاديميات، وعندنا متاح حضرتك قبل كده 80 لاعب سوبر. تمام. فليه الفكره ما نخش ان شاء الله نخش دوري السنه الجايه دوري الانديه دوري ممتاز بقى او درجه ثانيه او ممتاز، ايه المشكله؟ ان شاء الله انا والدكتور خالد الجمال فكرنا ان شاء الله السنه الجايه هنعمل قطاع ناشئين قوي جدا ونخش بيه دوري منطقه الجيزه ومنطقه القاهره ان شاء الله. دكتور خالد، يعني الاقبال الشديد اللي احنا شفناه، يعني كاميرات البرنامج راحت صورت وهنعرض طبعا تقرير في الفاصل، يعني باسم كم الهائل من اللاعبين، يعني المصداقيه والوضوح والتعامل مع اللاعبين بشكل محترف ومحترم، يعني الاقبال الشديد اللي احنا شفناه على نادي المستقبل حديث العهد، وفسروه بايه بقى؟ بص يا كابتن احمد، حضرتك في مجال الكوره وادرى واحد دلوقتي ان احدى الرياضات الهامه جدا في مصر كره القدم. تمام. اصبح الجميع عشقها، ودلوقتي في الوقت الحالي بعد ظهور نجم زي محمد صلاح وزي تريزيجيه بسم الله ما شاء الله مصطفى محمد دلوقتي. تمام. في جلطة سراي التركي، اللاعبين المحترفين دوما ادوا بصراحه احساس وانطباع لولي الامر دفعه جدا بجد، حاجه قيمه جدا جدا. نتمنى، انا بتمنى معلش نص اللعيبه المصريين ويستحقوا. انت لما تيجي تبص على الدوري الاوروبي او الدوري الانجليزي او الدوري التركي او الدوري اليوناني، عندك لعيبه في مصر بامانه اقوى من لاعبين كتير جدا جدا ذو قيمه عاليه جدا. تمام. في الدوريات الخارجيه كل ولي امر دلوقتي بقى عنده رغبه انه ابنه يبقى في مجال الكوره قيمه او حاجه، فدايما بيدور على المكان اللي يحس ان ابنه هيستفيد فيه. تمام. القصه عندنا ان احنا الضغط المادي والعبء المادي ما بنكلفش ولي الامر تكلفه كبيره. تمام. ده عندنا دايما تقدير لولي الامر، مساهمه رمزيه. الله ينور على حضرتك. الجزئيه الثانيه احنا عندنا دايما العامل التدريبي او البرامج التدريبيه بيبقى عندنا مثلا الدراسه، المفروض انت عندك تمرينتين، لا احنا مقررين دايما ثلاث تمرينات،
برضه في فصل تمام. الصيف بنعملهم حوالي 4 تمرينات. عندك العمل بيبقى برغم برضه التكلفه العاليه انت واخد السد السد جامعه استاد جامعه شبين ده جزء لكن ده احنا عندنا دلوقتي حضرتك ده احنا هنفتح فرع في 6 اكتوبر مع الكابتن هاني عبد الله ان شاء الله رب العالمين قريب هيتم افتتاحه قريبا باذن الله وعندنا فرع في الوادي مع الكابتن حسني هيبقى احنا عندنا كذا فرع دلوقتي بس منتظرين ان عارف ان الازمه دلوقتي بتاع فيروس كورونا نزلت محجمه برضه الشعب المصري في كل حتى انت عارف ان دلوقتي دوري الاكاديميات واقف تمام وفي مشكله كبيره يا ريت حتى دوري الناشئين ودوري المراعم ويا ريت وتبقى في صياغه الحلقه اللي هي مشكله الدكتور محمود سعد المدير الفني للمنتخبات هنتكلموا عنها طبعا دلوقتي ان شاء الله ده شيء مهم هو قمة القمات اللي احنا بنعتز بيها حقه طبعا دكتور محمد في معوقات او سلبيات مثلا واقفه في مسيره هذا النادي الحديث العهد اكيد طبعا كل واحد ناجح له اعداء واعداء نجاح كتير طول ما انت ناجح لك اعداء كتير تمام وخصوصا اصحاب المجال نفسهم لما تلاقي سين انت شغال بمنظومه علمي واكاديمي صح وتلاقي عشوائيه في مكان تاني وبسعر اقل فطبعا ده بتوقع قدام الناس تمام. الناس دلوقتي حاليا عشان ظروفهم الماديه ضعيفه جدا فيقول لك ايه انا اروح الاكاديميه البسيطه او ال 50 جنيه و70 جنيه ده ليه يا جماعه طيب نشوف المداخله الجميله بتاعه الكابتن معايا الكابتن يوسف طاهر المدرب حراس المرمى منتخب مصر لمواليد 2006 اهلا وسهلا كابتن يوسف السلام عليكم كابتن احمد ازي حضرتك وعليكم السلام ضيوفك الكرام كابتن الله يخليك اخبارك يا كابتن يوسف عامل ايه الحمد لله الحمد لله كابتن انا قبل ما ابدا بس حديثي معك كابتن يوسف طبعا كل الشكر للكابتن مؤمن سليمان المدير الفني والكابتن يوسف طاهر طبعا مدرب حراس المرمى المنتخب على الاستجابه السريعه والفوريه لبرنامج ملاعب بلدنا على الولد اللي احنا اتكلمنا عليه حارس المرمى عبد الرحمن تامر حارس مرمى نادي زد مواليد 2006 لكل بيشهد له بالكفاءة وبالفعل تمت الاستجابة وسيتم استدعاء الولد احنا بنشكرك على الهواء كابتن يوسف على هذه الاستجابة السريعة حبيبي كابتن احمد انا زي ما قلت لحضرتك في الحلقة اللي فاتت ان انا بالنسبة لي حتة حراسة المرمى اي حد في اي مكان يقدر يلعب لمنتخب مصر ويرفع اسم مصر فاهلا وسهلا بيه وانا اتذكر ان انا قلت لحضرتك لو في حارس مرمى في مركز شباب حصل ويفيد منتخب مصر فاهلا وسهلا بيه وطبعا انا بكلم حضرتك ده بثقه فطبعا استعلمنا عن الحارس وكده وتم استدعائه يا كابتن احمد يعني من خلال حضرتك احنا بنشكرك طبعا وبنشكر طبعا الجهاز الفني المنتخب طبعا على هذه الاستجابه الفوريه لبرنامج ملاعب بلدنا كابتن يوسف التجمع الثاني او الثالث هيبدا امتى ان شاء الله ان شاء الله من بكره باذن الله من يوم الاربعاء لغايه يوم السبت باذن الله على ملعب على استاد الفرع استاد القاهره استاد القاهره الملعب الفرعي باستاد القاهره غدا ان شاء الله برضو على مجموعتين برضه ان شاء الله نظرا عشان العدد يعني العدد. تقريبا حوالي 60 لعيب المره دي قسمناهم على مجموعتين برضه كل 30 لاعب على يومين تمام كابتن يوسف يعني لسه الرؤيه بانت بالنسبه لحراس المرمى ولا لسه برضو مزيدا من الوقت يعني احنا لسه قدامنا مساحه يا كابتن احمد ووقت يعني متسع ان لسه كاس العالم في 2023 ولكن احنا دلوقتي المرحله اللي احنا فيها ديت بنستكشف يعني يعني بنلقي الضوء على اللعيبه وكده فده مش اختيار يعني زي ما قلت لحضرتك احنا بنشوف وبندي كل واحد حقه ولسه هنشوف وهننزل بعيد مصر وهنلف يعني مصر كلها كابتن حتى مراكز الشباب وكل واحد هياخد حقه واللي هيفيد مصر اهلا وسهلا بيه بغض النظر عن اسم النادي تمام يعني كابتن بغض النظر عن اسم النادي القوام زي المعتاد اهلي زمالك لا كابتن اي حد الو نظر عن اسم نادي الاهلي او الزمالك طبعا كابتن يوسف دي حاجه جميله ايه يعني الناس اللي بتقول ده المنتخبات المصريه وبالاخص الناشئين اللي فشلت فشل ذريع والسبب الرئيسي المجاملات احنا بنقول يا جماعه مثل حي قدامنا اهوت ان في حارس مرمى جيد في مكان ما لو هذا الحارس في مركز شباب احنا بنقوله على الهواء ومعانا مدرب المنتخب الباب مفتوح وفي نقطه كابتن احمد بعد اذنك عايز اوصلك احنا عندنا برضو لاعب احمد مجدي لاعب 2006 يستحق انه يكون في منتخب مصر باذن الله الو كابتن يوسف
معاك يا كابتن احمد. بقول لك ان شاء الله باذن الله كده يعني نلاقوا حاجه كويسه ونلاقوا منتخب طيب بعيدا عن اي سلبيات ان شاء الله، ومصيره ناجحه بقياده المهندس احمد مجاهد كابتن يوسف طه. اتفضل يا كابتن يوسف. يا كابتن يوسف مساء الخير. معاك الدكتور محمد ألو؟ الجزاوي. يا كابتن يوسف مساء الخير. الحمد لله بحضرتك ايه؟ الله يخليك. الحمد لله يا دكتور. يا رب دايما حضرتك. وان شاء الله موفقين جدا يا رب في البطوله الجايه دي ان شاء الله، ونعمل حاجه ترفع باسم مصر ان شاء الله. الله يكرمك. وجوده مشكور جدا لحضرتك بجد، وكابتن مؤمن سليمان حاجه محترمه جدا جدا يعني. الحمد لله. الحمد لله يا كابتن يوسف. بس في المنوفيه جمهور الشبيهين فيها حراس مرمى كويسين جدا ودرجه ثانيه شغالين كويس جدا 2006 و2007 حاجه ممتازه جدا. احنا بنقول اهو لسه بنقول اهو ان شاء الله احنا اللاعب احمد مجدي عندنا يعني اللاعب بتاعي لاعب احمد مجدي والله يا كابتن. طبعا حضرتك تنسق معايا واروح اتفرج. جهد وافر طبعا، جهد وافر من المنتخب ان شاء الله كابتن يوسف، ومزيدا من النجاح ان شاء الله، ويكون منتخب قوي باذن الله بقياده الكابتن مؤمن الكابتن يوسف طاهر. شكرا جزيلا. نتمنى لكم التوفيق يا كابتن يوسف طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر 2006. كل التوفيق الأمال والنجاح لهذا المنتخب. طبعا منتخب لا بسم الله ما شاء الله يعني بداية الإعداد حاجة كويسة. أنا تابعتهم حاجة تانية بسم الله ما شاء الله يعني فاتحين الباب على مصراعيه. بس أنت قلت كلمة سليمة كابتن أحمد جدا. الكوسة والمحسوبية والمجاملة ده شيء بيوقع الرياضة المصرية، مش بيوقع كرة القدم بس، دي حقيقة. أنت في 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 جملة أنت نزلتها على صفحتك الشخصية الأسبوع اللي فات اللي هو قرار اللجنة الثلاثية بتخصيص الدوري المصري للناشئين على حسب درجاته، الممتاز والممتاز به والدرجه الثالثه والدرجه الرابعه. القرار ده تمام. اعتقد من وجهه نظر انا كاحد المتخصصين وعلى قدي في التخصص برضو قرار سليم جدا جدا جدا. انا بشهد بيه المهندس احمد مجاهد وبجد على قد لومه واعتاب عليه في موقف الدكتور محمود سعد لكن انا بشهد لك بالقرار ده تمام. واتمنى انه يستمر واتمنى انه يتطبق اكيد ان شاء الله. الدكتور محمد بالنسبه برضو يعني زي ما في سلبيات في ايجابيات اكيد طبعا. الايجابيات الموجوده بقى كده عايزين نفرزها كده سريعا. بص يا فندم حضرتك دلوقتي يعني المنظومه الرياضيه بصراحه من اول 2015 لحد حاليا كانت ماشيه منظومه كويسه جدا، خصوصا الناشئين والبراعم والمنتخبات، المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب والمنتخب الاول. في اجابات كتيره جدا. الدكتور محمود سعد بصراحه عمل طفره في قطاع الناشئين والبراعم من اول 2015 حتى وقتنا هذا. الدكتور محمود سعد علمه حاجه بصراحه جميله جدا، حاجه طيبه جدا، ونتمنى والله الاستمراريه للدكتور محمود سعد تعب لحد ما وصل. خالد حصل الكابتن احمد اللي عامل منظومه الدور الاكاديميات ده كلها عاملها على مستوى الفيفا في نفسه بيشهدوا بالكلام ده كله. فالراجل بيتعب، كان بيشتغل في اليوم 20 ساعه في اليوم بيشتغل. والله نتمنى على يد انا في حلقه كده خاصه الكابتن احمد مجال راجل محترم ما عندهاش حاجه مشكله، بس يديني الاسباب انا كراجل رئيس نادي وجميع الانديه موجودين انا في رد فعل قوي برضه. ليه لغيت 2000 ما قلت 2000 2002 2004 لغيتها ليه؟ اديني الاسباب. هو ما لغاش، هو لا هو لغى 2000 و2002 و2004 هي هتبقى دوري مناطق وليس الغاء جمهوري. دوري وقفنا تبع مع احترامي برضك احنا برضك قلنا الحلقه اللي فاتت برضك اللي كان عندنا عدد اصابات كورونا 1500 ودوري كان شغال لما دلوقتي بقى 500 وقفنا ليه؟ ايه الفكره؟ ما قد اسباب الدوري قانونه في 1/4 بس احنا اصلا صعب. لا لا صعب صعب. خلينا بس ايه في انا الواقع. تابعتك في الحلقه اللي فاتت قلت نفس الكلام دكتور خالد احنا صلى على النبي ما ينفعش ان انا استأنف مباريات ناشئين في اوائل اول اسبوع من 4. اولا الاسبوع الثاني شهر رمضان المبارك صيام وجو صعب اكيد طبعا. ثانيا العيد. ثالثا هنخش على الترم الثاني وامتحانات اخر العام الدراسي. دي مشكله بقى بتفقدنا المصداقيه. معلش نقطه، الموسم اللي نلغي. فات الموسم اللي فات يا كابتن احمد وابدا موسم جديد اتلغى اتلغى الموسم برضو بسبب نفس الموقف اما تيجي برضو السنه دي ويكون ولي الامر معتمد ان ابنه بيمثل في دوري الاتحاد ايا تكون قيمته او ايا تكون قوته وخلاص مع مدربينه بيسافر وبيلعب ماتشات على اساس مثلا كابتن احمد فوز موجود واقف بيتابع مباراه المستقبل بتلعب مع افريكا سبورت له علاقه كويسه بالكابتن يوسف. يا كابتن يوسف انا شفت لعيب مواليد 2006 في نادي المستقبل بسم الله ما شاء الله لعيب جميل وممكن ينضم. ادي وجود واحد زي حضرتك في متابعه مباراه خد لعيب وصله منتخب لسه المنتخب 23 معانا متسع من الوقت ولكن علشان نبدا هذا الموسم استئناف لمباريات ناشئين او قطاعات الناشئين ومسابقات الناشئين احنا كابتن الالتزام لو ما جاش من فوق عمره ما هيكون في التزام القاع استحاله. ده قرار سيادي طبعا مش عايزين نتكلم فيه احنا بس بنتكلم يا دكتور محمد في نقطه جوهريه اللي هو وقت هذا التوقيت هيكون صعب جدا استكمال البطوله فاحنا معلش نبدا الموسم الجديد بدري
يعني ما كل سنه احنا بنبدا في شهر 6 اختبارات مثلا بنعلن عن الدوري بيبدا في 10 طب ليه ما نبداش في 9 الدوري يبدا بدري ده اقتراح كويس مثلا ان الدوري يبدا بدري ولا الحاله دي حضرتك تقدر تقول مثلا انت دافع مثلا مستحقات في الاتحاد المصري مشاركه موسم مخيد حوالي مثلا 20000 جنيه تقدر تقول له اديني 10 عشان انا ما كملتش لا صعب طبعا طب ده حضرتك قلت بس احنا بنقول موسم استثنائي يا فندم كابتن احمد حضرتك دلوقتي تاني موسم على التوالي يتم وقف النشاط الرياضي وهيتم وطبعا زي ما حضرتك قلت تمام هيتم الغاء ضيق الوقت ده دلوقتي يا جماعه انا واحد مرخص ودافعين سين الرخصه دي 11000 ونص غير كارنيهات غير حكام غير ملاعب غير ده كله اللعيبه ما بتستفدش حاجه عندنا حوالي 75 اكاديميه على مستوى جمهوريه مصر العربيه من رخصه سي من رخصه دي الرخصه ايه في ناس بتدفع 100000 جنيه في السنه طب على اساس ايه طيب طب دلوقتي ناس كتيره مفيش مصداقيه اولا الامور عندنا مفيش مصداقيه لا بس الامور برضو في نقطه يا دكتور محمد طب. الامور على جميع الانديه مش عندك بس ماشي ما هو جميع الانديه والاكاديميه وفي حاجه شغاله دلوقتي مفيش حاجه شغاله شغاله درجه رابعه والفريق الاول شغال ولكن الصح بقى اللي احنا نبدا موسم جديد بدري زي ما انت اشرت كده تمام مفيش مشكله نبدا موسم جديد كده متفتح كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي موسم قوي طويل المشكله ان احنا نستأنف استكمال الموسم صعب ليه يا كابتن احمد التوقيت التوقيت ماله التوقيت توقيت انت داخل عليك شهر رمضان وبعدين العيد فيه؟ وبعدين الامتحانات يا كابتن مصر الوقت. انت كل الدوريات اللي عندك بعد احترام لحضرتك انت فاضل عندك كل الدوريات ايه ده ما تكملش 5-6 مباريات ده انت ممكن زي ما بتعمل في الدوري وما يكون عندك عجز في الوقت بتلعب ماتشين في الاسبوع طيب احنا دكتور محمد حابب تشكر بقى مين في هذا المجال قبل ما اشكر اولا الدكتور خد قال كلمتين احنا طبعا حضرتك قلت النادي المستقبل النادي المستقبل الفتره الجايه ماشي بخطه ثابته جدا والحمد لله زي ما قلت لك احنا ماشيين بخطه لحد 2024 حاجه معينه ماشيين عليها ان شاء الله طبعا هنفتح في 6 اكتوبر الجديده في اكتوبر الجديده دي حاجه كويسه منطقه الشمس قدام نروحوا البرنامج اكيد طبعا ان شاء الله قامت البرنامج تروح اللي هيدير مدير فرع هناك كابتن هاني عبد الله راجل محترم جدا وشغال في نادي الزمالك زد وحاجه يعني محترم جدا تاني حاجه في نادي وادي النطرون برضك نفتح فرع جديد ان شاء الله هناك عشان خاطر اللي احنا ناجحين في مجالنا نادي المسابقه بدا يسمع فالناس كلها مرحبين نفتح في فروع ثانيه ان شاء الله في البحيره وادي النطرون في الجيزه في اكتوبر الجديده ان شاء الله حاجه طبعا ان شاء الله طبعا احب اشكرها في الحلقه لما انا اتكلمت على مركز الشباب في ناس فعلا استجابت وبدا الحلقه سمعت مع ناس اللي فعلا لازم نشوف الصح ايه دي الاجابات اللي احنا قلنا عليها اتعدلت تمام وطبعا بنحب نشكر طبعا اولا الدكتور سمير كرم وكيل وزاره الشباب والرياضه بالمنوفيه احنا بنشكر طبعا بصراحه الدكتور يعني محمد سلامه راجل محترم جدا وشاب ومجتهد والاستاذ بردك حسن بدر وكيل الشباب في المنوفيه الناس دي بصراحه بيتعبوا جدا عشان خاطر ينجحوا النشاط الرياضي في المنوفيه تمام الحاجه الثانيه طيب حابب تشكر مين برضو عن طبعا عندنا مدربين بسم الله ما شاء الله كابتن سامح شرقاوي مدير فني 2005 كابتن عبد العزيز التهامي الكابتن سامح الشيخ كابتن محمود حمدي الكابتن فتحي زايد طبعا الدكتور خالد الجمال طبعا شركه حاجه على كتفه طبعا الدينامو اللي شغال في الدينا كلها كابتن احمد الانجليزي الدكتور يشكر الناس الدكتور كابتن احمد الانجليزي ده شاب محترم جدا دينامو بصراحه البراعم كلها بيموت نفسه هو يكون مسؤول في الفتره الجايه كابتن احمد الانجليزي هو علينا برضه هو افضل واحد في الحديث عن نفسه هو متحدث لبق جدا وعارف يتكلم عن نفسه ازاي دكتور خالد انا بشكر منظومه المستقبل بجد واتمنى انها تسير على نفس الكيفيه واحنا بنشكر طبعا بجد نقطه ثانيه كابتن احمد انا كل مره في حته الحلقه معاك وفي الشكر انت بتيجي عليا وبقول مش مشكله لكن هو في نقطه ارجوك اديني مساحه الشكر بتاعتي عشان خاطر حاجه واحده اتفضل شكر وتقدير للدكتور اشرف صبحي واتمنى منظومه الشباب والرياضه تتنيها على نفس الكافيه يا دكتور بسم الله ما شاء الله حضرتك عامل انجاز في مجال الرياضه في مصر دكتور سمير كرم والدكتور محمد سلام والدكتور حسن بدر شكرهم الدكتور محمد الجزاوي اللي بشكره على شكرهم لانه مقضتي ومديريني انا بشكر الاستاذ اسامه ابو الحديد بجد رئيس مجلس اداره مركز شباب مدينه السادات اللي ان شاء الله هيبقى في مشاركه بين برنامج ملاعب بلدنا والمستقبل في تنظيم بطوله في شهر رمضان إن شاء الله. في مركز شباب مدينه السادات في ضيافه الاستاذ اسامه ابو الحديد ان شاء الله والاستاذ محمد عباس وشكر خاص بجد لزوجتي واولادي وشكرا للدكتور محمد الجزاوي عشان بيزعل مني طب انا كابتن تعمل معايا ناس جدا محمد خد الحلقه كلها لا والله طبعا معايا كده طبعا اهلي طبعا احب اشكرهم جدا وخطيبتي بصراحه والشيخ سعد علي زي ما بيقولوا احب اشكرها طبعا على التلفزيون على الملأ العام اهوت واحنا بنشكرهم واشكر طبعا جميع حضراتكم طبعا وان شاء الله هنعمل قريب جدا كاس المستقبل والناس المرخصين فقط لا غير قريب انت ان شاء الله اتفضل شكرا لحضرتك جدا بجد واستضافه بجد انا بكون سعيد جدا والله احنا اسعد بحس خالد الحاجه الجميله اللي انتفر انت تدينا المساحه بنعرف فيها ناخد حقنا ونعرف نوضح ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه مرلها ربنا يبارك فيك
كابتن احمد. في ختام هذه الحلقه بنشكرك على الزياره الجميله الاول قبل ما تكمل كلامك، كان وجودك معانا في استاد الجامعه بصراحه نور لنا. في ختام هذه الفقره الجميله بشكر ضيفي الكرام الدكتور خالد الجمال المستشار الفني لنادي المستقبل الرياضي والدكتور محمد الجزاوي رئيس مجلس اداره نادي المستقبل الرياضي. هنطلع لفاصل نشوف الفيديو او تقرير مصغر من اكاديميه او نادي المستقبل بمحافظه المنوفيه على استاد جامعه شبين الكوم. اعلامي الكابتن احمد فواز من ملعب استاد الجامعه بالمنوفيه، يسعدنا يكون معنا الدكتور خالد الجمال المشرف العام على نادي مستقبل المنوفيه. اهلا بك يا دكتور خالد. ربنا يخليك كابتن اسامه، منورين الدنيا، فرصه سعيده لنا، احنا فرحانين جدا النهارده بوجودك انت والكابتن احمد فواز ومجموعه الزرقاء ان شاء الله ومجموعه حدائق حلوان، برضو نورتوا المكان وشرفتونا، ونتمنى يكون يوم سعيد باذن الله رب العالمين. عايزين بقى نعرف منك يا دكتور بالنسبه لاقتناء اللاعبين داخل النادي المستقبل. والله الحمد لله رب العالمين، انت عارف حضرتك ان احنا دلوقتي الركيزه الاساسيه عندنا والقاعده هي البراعم. احنا بنبدا عندنا من مرحله 2014 لحد مرحله 2005. الانتقاء بيبقى عندنا عباره عن استماره مسجله فيها كل العناصر البدنيه والعناصر المهريه. اما بنيجي ننتقي بنعمل زي اختبار كده من داخل الملعب، بنشوف فيه الاولاد على حسب قدراته المهريه وعلى حسب قدراته البدنيه. ثاني حاجه برضو احنا عندنا الجزء النفسي بنتعامل عليه، كنا في حلقه مع الكابتن احمد فوزي قبل كده واتكلمنا فيه كعنصر اساسي، لان العامل النفسي بقى مهم جدا بالنسبه للشاب الصغير او اللاعب الصغير البرام، لانه بيحسن في مستواه سواء المهاري او البدني. الجزئيه اللي عندنا الاساسيه في التركيز في الانتقاء هي القوه البدنيه والاداء البدني، والجزء المهاري بيجي المرحله الثانيه، لان انت عارف الكره دلوقتي اعتمادها الكلي بقى على القوه البدنيه والناحيه البدنيه والقوه المهاريه. انا اسمي مصطفى مبروك مصطفى، لاعب مواليد 2005، وبلعب فريق 2005، واحنا الحمد لله كنا قبل ما الدوري يتوقف يعني كنا انهينا الدوري، كنا احنا المركز الاول، والحمد لله تم اختياري انا وزمايلي. مصطفى اشرف محمود لاعب مواليد 2005، تم اختياري في نادي المستقبل، وان شاء الله حققنا اللي احنا نفسنا فيه، وتم اختياري في المنتخب 2005 برضك. واشكر الكابتن خالد الجمال على اللي عمله معانا، وكابتن محمد الجزاوي طبعا احب اشكره بقى. حبيت اعرف بيك احمد محمد علي الشنواني 2004. انا الحمد لله على كل حال، ونشكر ابا وامي والكباتن والسان. حبيت اعرف بيك عبد الله شعبان من السلم يحيى، مولد 2008، ومركزنا حلو بر الاول. واشكر كلك، واشكر كابتن محمد الجزاوي، واشكر كابتن محمد سمك، واشكر كابتن خالد الجمالي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، مع حضرتك زمن حسني عبد العزيز، حضرتك ماجستير تربيه رياضيه شعبه كره القدم النسائي، منتدبه في تربيه رياضيه جامعه الازهر. يعني بدات مع دكتور محمد الجزاوي ودكتور خالد الجمال من البدايه خالص، شويه يعني بدانا في الولاد، شويه مثلا انتقلنا لجزء النسائي شويه، لان في ناس كتير جدا، تمام، في ناس كتير جدا بدات ان هي تنحاز يعني شويه للعنصر لا يعني بص، هو في البدايه خالص كل الناس بتتكلم على الولاد في كره القدم، بس احنا عايزين بقى يعني ننتبه شويه للقدم النسائي، يعني خاصه ان بقى في دلوقتي اتجاه بشكل فعلي دكتور سمير، يعني بدا ان هو يظبط موضوع الانتقاء بالنسبه للبنات، نديهم فرصه زي الولاد بالظبط. من قديم الازل طبعا كره القدم معروفه جدا، بس احنا عايزين يعني نلقي الضوء شويه على القدم النسائي. يوم جميل جدا بجد، وانا بحب اشكر الكابتن احمد فواز اللي استضافنا النهارده ان شاء الله يعني، ومعانا برضه اكاديميه الزرقاء نادي كويس جدا، ونادي المستقبل برضه نادي جميل بجد، وعندنا لعيبه بصراحه فيهم ناس كتير جدا متاهله لمنتخب مصر البراعم.
حضرتك طبعا هنشكر حضراتكم ان انتم موجودين معنا النهارده، نشكر كابتن احمد فواز موجود معنا النهارده وشرفنا شبين نورت بيكم. طبعا زي ما انت شايف شغلنا كله واضح قدامك، عندنا مدربين على كفاءه عاليه. طبعا نشكر الدكتور محمد الجزاوي، دكتور خالد جمال، محمد سعيد، مواليد كام؟ 2007. مين مثلك الاعلى من اللعيبه؟ محمد صلاح. وصلت لغايه فين دلوقتي من السنه اللي فاتت للسنه دي؟ وصلت هنا المستقبل، لعبت دوري منطقه الجيزه مع المستقبل كابتن محمد الجزاوي كابتن خالد الجمال. ربيك محمد سعد محمود. من مسك الاعلى؟ ميسي. انت وصلت لغايه فين؟ لغايه نادي المستقبل ودي رحت الترسانه برضه. اتعرف بيك عمر برضه؟ انا اللاعب عمر بهناسي مواليد 2007. احب اشكر الدكتور خالد الجمال وكابتن محمد الجزاوي على اللي هم بيعملوا لنا وبيعملوا لنا حاجات.